سيدنا السلام عليكم، رمضان مبارك كريم، نتمنى انه يدخل عليكم بالصحه والسلامه. اليوم الحلقه ديالنا غنحاولوا اننا نخدموا بعض التمارين الرياضيه لحرق الدهون. جون بوزيسيون نحاولوا نخدموا لي طالون فيت كوش دوات كوش اي دوات، نحاولوا اننا نخدموا بين 5 حتى 10 ديال المرات، 3 2 1، نحاولوا نمشيو عند لاكوش 1، نحاولوا نمشيو عند لادوات 2 3 4 سيدنا كانت هذه الحلقة هذه عبارة عن بعض التمارين الرياضية لحرق الدهون خلال هذا شهر رمضان ولم بعد حتى رمضان. حاولوا التمارين هذه نواظبوا عليها خلال شهر رمضان ما بين 20 دقيقة حتى 25 دقيقة، وفي كل عدة تكون بين 10 حتى 12 مرة. هكا إلى عودت ثلاثة المرات غنكون قدرت أنني نحرق بين 500 حتى 600 كالوري خلال اليوم ديالي. ورمضان كريم.